صحة وسعادة. صبحكم الله بالنور والسرور والسعادة على دولتنا الغالية الإمارات وعليكم كذلك أعزائي المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. ويسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا على ومع ضيوف حلقتنا على الأرقام من خلال اتصال 600-551-414 أو من خلال رسائل نصية القصيرة 6004. ولكم مني أطيب التحيات، أختكم أسماء الجناحي. وني نتكلم عن هذه الحلقة. في هالحلقة لدينا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة، وبنتكلم عن في حلقة اليوم عن التالي: آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، كذلك مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي والخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد لمرضى الباركنسون. وفي فقرة التغذية اليوم بنتكلم عن فوائد عشبة المرامية. خليكم معنا خلال الساعة القادمة. وخبرنا اليوم يقول: وسائل طبيعية للتخلص من الصداع أثناء الصيام. ويقول الخبر: يعاني الكثير من الصائمين من الصداع خلال ساعات النهار، ونظرا لعدم قدرتهم على تناول المسكنات تبرز الحاجة إلى وسائل طبيعية للتخلص من الصداع إلى حين موعد الإفطار. وبحسب موقع Medical News Today فإن هذه الوسائل تتمثل في: واحد، الكمادات الباردة التي قد تكون حلا بسيطا للصداع لدى كثير من الناس، وقد يساعد وضع كيس ثلج أو شيء بارد على الرأس أو الرقبة في تضييق الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب في المنطقة، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تخفيف آلام الصداع بشكل مؤقت. الطريقة الثانية، تخفيف الأضواء. قد تؤدي أضواء المكتبة الساطعة أو حتى الضوء الساطع من الهاتف الذكي إلى تفاقم الأعراض، وقد يكون من المفيد الراحة في غرفة مظلمة أو مضاءة بشكل خافت للتعافي من الصداع. أيضا من ضمن الطرق اللي كان موجودة في الخبر، ممارسة الرياضة. فقد تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، مما قد يقلل من فرص ظهور الصداع. وحيث أشارت مراجعة بحثية في عام 2018 نشرت في مجلة شدرون إلى أن ممارسة القليل جدا من التمارين قد تؤثر في الواقع على الصداع بين المراهقين. أيضا من ضمن الطرق الموجودة في الخبر، النوم. قد يؤدي الحصول على قسط كبير من النوم أو قلة النوم أو عدم النوم بشكل سليم إلى حدوث صداع لدى بعض الأشخاص. ولذلك فإن الحصول الجسم على قسط كاف ومتوازن من النوم قد يمنع حدوث الصداع المرتبط بالنوم. أيضا ضمن الطرق الموجودة، الوخز بالإبر، وهي جزء من الطب الصيني التقليدي، حيث تشير الأبحاث إلى أن الوخز بالإبر وسيلة فعالة للوقاية من الصداع النصفي وصداع التوتر أو تقليل تواترها. والتقنية الأخيرة أو الطريقة الأخيرة الموجودة في الخبر، تقنيات الاسترخاء. تشير الدراسات إلى أن تمارين وتقنيات الاسترخاء قد تساعد العديد من الأشخاص في علاج أعراض الصداع مع تقليل التوتر والقلق أيضا. وتشمل تقنيات الاسترخاء ممارسات مثل التنفس بعمق، التأمل الموجه، التركيز بنشاط على إرخاء العضلات. تقريبا هذا كان خبرنا لليوم. بالنسبة للطرق، دائما نحن نشجع أو نطرق لأن طبقتها مع نفسي. أحيانا يجيني هذا الصداع المرتبط بالإضاءة، الطريقة اللي أنا أسويها أرجع البيت، أبند الستاير كلهم، أحط مثل المظلة أو النظارة هاي اللي مالت النوم، وأخلي إضاءة الجو في الغرفة يكون معتدل. وبهالطريقة على الأقل الواحد يقدر يسترخي أو ينام لشوية، ولما بيصحى إن شاء الله بيكون صداع خف. هاي من الطريقة اللي أنا أطبقها. أيضا النوم وايد مهم، هناك الكثير من الصداع خصوصا في هاي الفترة مرتبط بقلة النوم. دائما ننصح الأشخاص إذا يعني ما قدرتوا تنامون نوم مثل ما نقول 7 ساعات النساء،
خلال شهر رمضان القيلولة في فترة الظهيرة أو العصر ساعة واحدة بتسوي لك يعني بتعزز عندك هذا، بيخفف الصداع وأيضا بيعطيك المدة اللي أنت ما أخذتها. طبعا ما في شيء يعوض نوم الليل، لكن على الأقل نام بعد على الأقل ساعة الظهر بيعوض شوية جزء من اللي نحن ما نمناه في الفترة المسائية. أتمنى نحن التقنيات أو خبرنا اليوم كان مفيد بالنسبة لي، في وايد من هالطرق أنا طبقتها وفادتني. لكن دائما دائما نقول أيضا إذا الأشخاص اللي عندهم أمراض مثل الصداع النصفي أو أمراض الصداع اللي يراجعون فيها أطباء أو مختصين، دائما ارجعوا لطبيبكم المعالج قبل ما تسوون أي تقنية أو تاخذون أي دواء أو تشربون أي شيء. لازم ترجعوا لطبيبكم، خصوصا إذا كنتوا تاخذون أدوية، تأكدون أن هالأشياء ما تتعارض مع الأدوية اللي تاخذونها مع للمرض اللي انتم فيه. واني عند قنوات التواصل الاجتماعي، وهي الفقرة بعد فقرة اخبارنا لليوم. ونحن عندنا اليوم من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها، كنا نتكلم عن مرض الباركنسون، وكنا حاطين مجموعة من الاشياء في قنوات التواصل الاجتماعي. ممكن اعزائي المستمعين ترجعون لحساباتنا اللي هي DHA_دبي في تويتر وانستغرام، كنا نتكلم عن شو هو مرض الباركنسون، علاج مرض الباركنسون، وأيضا أمراض الباركنسون المرتبطة بمجموعة من الأشخاص. بعض الأشخاص في مفاهيم غلط، إن يعتقدون إن لازم يكون في رعاش، لازم يكون في بس تصلب أو تيبس في الأطراف أو بطء الحركة، لكن هناك الكثير من الأعراض الثانية اللي نحن أيضا حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي، هي ما شاء الله لسه طويلة. ممكن تكون هاي أعراض الباركنسون. أيضا من الأشياء أو المفاهيم اللي نحن لاحظنا ان الناس تفهمها او تعتقد انها من مفاهيم الخطا، ان بطء الحركه او تيبس الاطراف هو جزء من الامور المرتبطه بالعمر. صح، العمر له دور، لكن ايضا الافضل ان الواحد يروح ويتاكد من الطبيب المعالج او من المختصين، لان مو كل بطء حركه مرتبطه بالعمر. في ناس موجودين اعمارهم لين 80 و90 ويقدرون يتحركون بكل اريحيه، لكن دائما من المفاهيم الخطا اللي نحن نشوفها ايضا في قنوات التواصل الاجتماعي، ان دائما الاشخاص يربطون مرض الرعاش او تيبس الحركه او الاعراض الخاصه بمرض الرعاش بالعمر، وهذا الموضوع غير صحيح. ودائما نتمنى او دائما لاي عرض، او سواء حتى لو واحد كان شاك او حتى لو كان مرتبط بالعمر، الأفضل دائما مراجعة الطبيب المعالج. دائما نقول يعني العلاج المبكر أفضل من الواحد يجي في وقت متأخر. إذا العلاج المتأخر يا أنه يكون علاج وايد صعب، أو أنه يكون خلاص ما في يعني أو أمل في أن الواحد يرجع مثل ما كان. دائما العلاج المبكر هو الطريقة الصحيحة في علاج الكثير من الأمراض، خصوصا الأمراض اللي تكون عقب ان فيها خلايا عصبية في الموضوع. واليوم في حلقتنا بنتكلم عن مرض الباركنسون والخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد لمرض الباركنسون. ايضا من ضمن الاشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن مشاركين في حملة المليار وجبة، وموجود في قنوات التواصل الاجتماعي رابط للتبرع. دائما نشجع الجميع على التبرع، ودام نحن في شهر فضيل، وايضا يعني جربنا الصيام، نحن جربنا الصيام، بعض الأشخاص يقولون صيام ويوع وهذا. فتخيلوا في دول موجودة لا عندهم اللي ياكلون فترة الصبح ولا فترة المساء، لذلك يعني المفروض نحن نكون حاسين فيهم أكثر حاليا. والحملة موجودة في كل الطرق، هناك رابط في قنوات التواصل الاجتماعي خاص بهيئة الصحة، وكذلك أيضا من خلال الرسائل النصية الموجودة في القنوات الخاصة بالحملة. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن بنطلع في فاصل وبنرجع لكم مرة ثانية في فقرة التغذية، وبنتكلم عن المرامية. خليكم ويانا. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. تقدرون تتواصلون معنا وتتفاعلون مع حلقتنا اليوم من خلال الأرقام التالية: الاتصال 600-55-1414، ومن خلال رسائل النصية القصيرة 6004. ونيجي نتكلم لفقرتنا الجاية، وهي فقرة التغذية. فقرة التغذية اليوم نتكلم عن عشبة المرمية، من حيث قيمتها الغذائية
وفوائدها المتعددة. ويسر لنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة رناد إبراهيم عبد الرحمن، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذة. يا هلا هلا فيك ويسعد صباحكم جميعا. الله يخليك. نتكلم في بداية عن عشبة المرمية بشكل عام، وشو هي قيمتها الغذائية؟ تمام. أول شيء عشبة المرمية هي من الأعشاب المعروفة من زمان، وهي شجرة دائمة الخضرة ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، ورائحتها جميلة جدا وقوية. تتواجد في مناطق البحر الأبيض المتوسط وفي جنوب شرق أوروبا. كانت تستخدم هاي العشبة من أيام زمان، يعني من العهد الروماني وأكثر، يعني من القدم، في العديد من الأغراض الطبية والعلاجية، وهي حاليا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية. وهاي المرمية بتنمو في التربة القلوية والرملية، وبوجود إضاءة شمس كافية. بتمتاز بأفرعها الخشبية وأوراقها الفروية ذات اللون الأخضر المائل للرمادي، وهي أكثر موسم للمرمية بيكون في فصل الصيف، وبتزهر بزهور بنفسجية وزرقاء. طبعا بالنسبة للقيمة الغذائية للمرمية، هي تحتوي على مجموعة من المركبات النباتية والكيميائية وزيوت عطرية وفيتامينات ومعادن أساسية. كقيمة غذائية كسعرات حرارية أو كبروتينات وكربوهيدرات، هي تحتوي على كميات ضئيلة جدا منها، يعني مثلا ممكن نحكي الـ 0.7 جرام أو تقريبا الـ 1 جرام من المرمية المطحونة تحتوي على 3 سعرات حرارية، وتقريبا 0.2 من البروتينات أو تقريبا نصف جرام من الكربوهيدرات. هي كقيمة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والبروتينات لا تحتوي، قيمتها ضعيفة جدا، ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين كي، فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين اي. وطبعا هي كلياتها لها كثير فوائد على الجسم، راح نتكلم عنها لاحقا ان شاء الله. من ضمن مركباتها النشطة للمرمية، وهي فعلا مركبات هي بتعتبر الزيت الأساسي لها، من ضمنها الكينونات والألفا سوجان والبيتا سوجان. وأيضا في من ضمن المركبات النشطة مثل البورينيول والسيميول والكورنيسول والفوماريك، وأيضا تحتوي على بعض الأحماض مثل حمض الكورنيسوليك والحمض التانيك وحمض النيكوتين، وأيضا من ضمنها مركبات استروجينية ومواد فلافينودية. فهي بشكل عام هي نحكي مقدمة على المرمية أو على قيمتها الغذائية. إذا بنتكلم عن الفوائد، هم عندنا مخرجنا يوميا يقولون يشربون مرامية عندهم في البيت، فنبغى نعرف فوائد عشبة المرامية. طبعا فوائد المرمية لا تعد ولا تحصى، يعني فعلا هي لها فوائد عديدة وتقريبا بكل إشي للجسم. رح نحكي عن بعض الشغلات اللي فعليا كتير مهمة إن احنا نركز عليها. أول إشي هي بتعزز على القدرات العقلية والوقاية من مرض الزهايمر. في كتير من الدراسات اللي عملوها فعليا أثبتت أنه المرمية بتساعد أنها تقلل من مرض الزهايمر. ليش؟ لأنه أوراق المرمية مثل ما حكيت هي بتحتوي على مركب السوجان اللي بحفز هاي الإفرازات والنواقل العصبية والسيروتونين، وهي بتساعدنا أنها بتزيد بالتركيز، بتحسن العمليات الذهنية، وبتخلينا بتخلي القدرات العقلية أكبر، وأيضا بتساعدنا على اليقظة. من ضمنها أيضا تقوية الذاكرة، بتعزز عمل الحواس عن طريق عند تناولها عن طريق الفم، وأيضا رائحتها بتعزز في اليقظة والإدراك. وفي بعض الدراسات اللي عملوها على بعض الطلبة، أعطوهم جرعات مختلفة من زيت المرمية قبل اختبار للأداء، يعني فأظهرت النتائج أنه في زيادة في سرعة استرجاع المعلومات في الاختبارات المتعلقة بالذاكرة، وتحسن عام في اليقظة والإدراك، وبتعزز الحالة المزاجية. ولهذه الصفات يعني أهمية كبرى بمجال الناس اللي بتعمل أبحاث على علاج الزهايمر. فهي أول نقطة مهمة. أيضا هي مضادة للالتهابات والحساسية، فتحتوي مرمية مثل ما حكيت على مركبات مواد نشطة مثل السينيول والبورينيول والكلوروجينيك، اللي بتعزز فوائد المرمية في الوقاية من الالتهابات، مضادة للحساسية وللتهيج، وأيضا طاردة للطفيلات والفطريات. ومن ضمنها أيضا نقطة ثالثة، هي بتعزز صحة القلب وخفض الكوليسترول. في تحتوي على الفلافونيدات اللي هي بتساعد على استرخاء هاي الأوعية الدموية، وبتحمي من أمراض القلب والشرايين،
وأيضا احتوائها على بعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم، اللي هي بتساعد التحكم في معدلات دقات القلب وضغط الدم، بتحافظ على توازن السوائل. وأيضا أجروا دراسة على بعض من السيدات على تناول 3 كاسات من شاي المرمية في اليوم، أدت إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول السيء ومستويات الدهون الثلاثية وارتفاع في نسبة الكوليسترول الجيد. فممكن نحكي إن هي لها دور إيجابي في علاج ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. إنسان سواء وأيضا يضعف ولا ما يضعف؟ رح نحكي هلا عنها، بس أحكي كمان نقطتين كمان من ضمن الفوائد، اللي هي لصحة الجلد لأنها بتحتوي على الفيتامين سي اللي مهم في تركيب الكولاجين، وأيضا مهمة جدا في تعزيز المناعة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، وبرضه بتوقينا من بعض أنواع من السرطانات خصوصا مثل سرطان الجلد وسرطان الرئة. وأيضا مهمة جدا للسيدات في مراحل الطمث أو مثلا أعراض من اليأس، كثير بتخفف من هاي العوارض أو من الهبات السخنة أو مثلا قبل الدورة الشهرية، بتساعد على التخفيف من التقلصات. وآخر نقطة مهمة كمان عندنا من ضمنها اللي هي مفيدة للحمل والخصوبة سواء عند المرأة أو عند الرجل. انزين ما شاء الله فوائد كبيره. مخرج انا يا ساد اطالع، سمعت دكتور استاذه واشوف مخرجنا طالع فيه الفوائد طالعه عليه ولا لا. بس ليه لأنه الحين اشوف قلبه شباب، اتوقع هي الفائده الوحيده. لا هي بصراحة ما شاء الله مفيدة، مفيدة جدا يعني. يمكن ما يطبخونها عدل. أيوة، بس سألتيني هلا سؤال حلو على فكرة عن موضوع المرمية والوزن. هلا ما في عندنا دراسات كافية أثبتت إنه فعليا المرمية بتساعد على التنحيف، بس هلا ممكن إذا احنا استخدمناها كمشروب يومي مثلا مع اتباع نظام غذائي صحي أو رياضة، هي ممكن تساعد إنها تذوب الدهون المتراكمة في الجسم خصوصا في محيط الخصر، لأنها بترفع من معدل الحرق والأيض في الجسم، وممكن تقلل من الشهية، وهي أصلا بتحسن عملية الهضم بشكل عام، يعني اللي بيكون عنده عسر هضم أو شيء فهي بتساعد على عملية الهضم. فهاي كلها ممكن إنها تكون من الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى يعني نزول الوزن. استاذ رنا، تعرفين احنا مشكلتنا مو في الشهية، مشكلتنا احنا ناكل ونحن شبعانين. لا لا صح، هاي موجودة نحن بس هي ناكل الأسباب. هبت، هاي عادة ناكل، بس في اكل ليش ما نحطه ببطننا؟ وين نحطه؟ بنحطه ببطننا. هاي مشكلتنا. صح صدقتي والله. والله فزين اني اتكلم عن الوصفة او الطريقة المثالية، لان يعني ما شاء الله نساعد مخرجنا شوي، يمكن الطريقة اللي يسوونها غلط. نتكلم عن الوصفة او الطريقة المثالية لتناول هاي العشبة والاستفادة منها بالشكل الامثل، وهل يتم اضافة السكر عليها يعني ولا؟ لانه هو المفروض حرام صحي، ليش اضيف عليه سكر بعد؟ تمام. هلا بصراحة بفضل دائما الأعشاب، كل أنواع الأعشاب بكل أنواعها، إنها تنشرب بدون إضافة لا سكر ولا أي شيء. بس الناس اللي ما بتتحمل مثلا طعمة أو نكهة الأعشاب ممكن نحط العسل، بيكون أسلم إشي. بس هلا طريقة تحضير المرمية كتير سهل. في ناس بتعمله مع الشاي، ممكن بتحب يعني خصوصي بعض الدول مثل فلسطين والأردن مثلا، دائما عندنا الشاي بالمرمية مشهور جدا، أكثر من حتى بالشاي بالنعناع. أو ممكن لحالها إنه منقوع المرمية، اللي هو ممكن نحط معلقة من المرمية في كوب من المي المغلي، ولازم نغطيه، مهم جدا إنه يتغطى المرمية، لأنه إذا ما تغطى ممكن هاي الزيوت اللي جواتها كلياتها ممكن تصير يعني، فبتكون قيمتها أقل، ما بنستفيد منها بكمية كبيرة، ويفضل تغطيتها تقريبا لمدة ربع ساعة فقط يعني، وبعديها ممكن إنه ينشرب. أنا كنت توني بسألت الأستاذ عن طريقة الطبخة اللي كم بتكون، لأن اللي عرف أن الزيوت إذا تمت فترة طويلة في وهي تغلي أو تنطبخ تخسر فوائدها، وممكن تتحول إلى يعني تركيبتها تتغير. بالضبط بالضبط، عشان هيك احنا المرمية بالذات بنفضل اذا انحطت على النار مثلا ما تنغلى، يعني اول ما يبلش بدها تغلي على طول بتطفى عليها النار، وبس لازم تتغطى تقريبا ربع ساعة، بنخليها شوي بعديها ممكن نشربها، تكون افضل تقييمة غذائية عشان الزيوت اللي فيها ظلها محافظة عليها. لان ترى هذا اللي كنت باكد عليه، لموضوع الزيوت. انا ما شاء الله نحن نشوف، انا ما اعرف عاد الناس اللي يحطون الشاي بالمرامي كيف يطبخونها، بس نحن لما نسوي الشاي نطبخه لما يكفر.
لا هذا ما، لا فيعني هذا بكون غير. لا غير صحيح، احنا هذا نحب ناكد عليه استاذه، ان بعض الاشخاص انه يعني ينتبهون لطريقه الاعداد. صح يمكن تكون الذ اذا انطبخ الشاي لمده طويله او انغلى، لكن الطريقه الصحيحه ان هي نحن ما نخلي الاشياء تتغير تركيبتها، وهذا لصحتنا ولسلامتنا كذلك. صحيح صحيح صحيح، كلام صحيح. تقريبا كانت هاي، يعني شكرا لوجودك معانا، كانت هاي نصايحنا ومقابلتنا اليوم بخصوص المرامية. شكرا أستاذة رناد إبراهيم عبد الرحمن، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك، شكرا، مع السلامة. هاي النصيحة اللي كنت بقول لكم إياها، دائما هناك أساليب صحية لإعداد المشروبات أو الطبخ، لذلك نحن يعني في برنامجنا نحط فقرة خاصة بالتغذية، لأن هناك بعض الممارسات اللي نسويها مثل ما قلنا نطبخ الشاي اللي ما يعني ما مو بس تركيبته، اللي ما هو يتغير يصير مو بشاي يصير شيء ثاني. لذلك نحن دائما ننصح الطريقة الصحيحة، نتأكد من الطريقة اللي نحن نسويها حتى لو كان ألذ، بنتعود اللسان أو مثل ما نقول في براعم اللسان تتغير وتتأقلم كل 30 يوم على الطعم الجديد. التغير التدريجي، ما نقول لكم تغيروا مرة واحدة، لكن التغير التدريجي يساعد الجسم على التأقلم مع حاسة التذوق الجديدة أو الأمور الجديدة الثانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا بنصحكم فيها قبل ما أطلع الفاصل، الأشخاص اللي حابين يخسرون الوزن أو يضعفون أو عندهم مشاكل صحية، لا تهملون مواعيد الخاصة بالتغذية. جميع المواعيد للأمراض التخصصية يكون فيها موعد مع التثقيف الصحي، ويكون هناك موعد مع اختصاصي التغذية. هاي هالموعدين وايد مهمين، لا تهملون المثقف الصحي اللي هو يساعدكم على تغيير نمط حياتكم بالطريقة الصحيحة، وكيف ان الواحد ممكن يتعايش مع المرض، وايضا اختصاص التغذية اللي يساعدكم شو الاشياء اللي تاكلونها والطريقة الصحيحة. ممكن احنا ناكل اشياء صحية لكن طريقة اعدادها تكون سبب ان هي خسرت فوائدها الصحية. تقريبا هالاشياء اللي كنت ابغى اكد عليها، وبعد الفاصل بنرجع وبنتكلم عن مرض الباركنسون والخدمات اللي موجوده في مستشفى راشد الخاصه لمرضى الباركنسون. خليكم معانا، بنطلع فاصل وبنرجع لكم نتكلم عن الباركنسون. صحه وسعاده. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين، ونذكركم بأرقام التواصل للاتصال 600551414، ومن خلال رسائل نصية القصيرة 6004. وبنتكلم الحين عن قسم الأعصاب بمستشفى راشد، وهو من الأقسام الطبية المتخصصة اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وفقا لأحدث الممارسات والبروتوكولات العلاجية. وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن الخدمات اللي يقدمها القسم لمرضى الباركنسون، ويسرنا نحن نكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة نوف سعيد ناصر العلي، أخصائي أول بقسم طب الأعصاب بمستشفى راشد. حياك الله دكتورة. أهلا، صباح الخير، الله يحييك. دكتورة بداية نحن أول شيء حياك الله ويانا في البرنامج، وثاني شيء شو هو مرض الباركنسون بشكل عام؟ مرض الباركنسون أو يعرف كما يعرف عن بعض الناس باسم المرض أو الشلل الارتعاشي أو الرعاشي، ومرض مزمن يصيب الجهاز العصبي، يحدث نتيجة لتلف الخلايا المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين في الدماغ. مادة الدوبامين هاي مادة مسؤولة عن حركة الجسم بشكل رئيسي، يعني إذا كان في نقص في إفراز هذه المادة الجسم يصيب في بعض من الأعراض اللي ممكن نتكلم عنها. من الأشياء اللي عندنا في مرض الباركنسون أو من أسباب مرض الباركنسون اللي هو العمر، بالدقة إنه هو العمر فوق 60 أو فوق 70، فهو مرتبط بالعمر وممكن نشوفه أكثر مع الرجال أكثر من النساء. أحيانا نشوفه عند الناس الصغار في السن خاصة إذا كان تحت عمر 50، فهني معظم الحالات تكون مرتبطة بالخلل في الجينات، فهذا اللي يعطي الإنسان قابلية إنه يكون عنده مرض الباركنسون. أيضا إذا بنتكلم عن هل هناك عوامل بيئية، ولا هي
هناك أيضا عوامل بيئية مثل ما ذكرت الدكتورة، أنه في حالة المرض هو حالة تقدمية تتضرر فيها أجزاء من الدماغ بشكل تدريجي على مدى سنوات عديدة، ويحدث مرض باركنسون عندما تتلف الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين في الدماغ، وهذا السبب غالبا غير معروف، ولكن يعتقد أنه مزيج من العوامل الوراثية والبيئية معا. يلعب الدوبامين دورا حيويا في التحكم بحركات الجسم وتنسيقها. رجعت مع الدكتورة مرة ثانية. دكتورة، هناك أيضا من التعاريف اللي نحن حصلناها أو نقراها دائما علاقة العوامل الوراثية والبيئية، تكلمنا عن الجينية، لكن هل الأشياء البيئية أيضا لها علاقة بمرض الباركنسون؟ هي وهذا الشيء اللي كنت انا بتكلم عنه قبل ما انقطع الاتصال. فعندنا بعض الاسباب، مثل ما قلنا السن والوراثه، في اسباب ثانيه اللي هي مثل ما قلت عنها البيئيه، ومنها اللي هو التعرض للسموم. يعني علشان احنا مش متواجد الحين عندنا وايد، بس اللي هي التعرض للسموم اللي تستخدم في مثلا قتل الحشرات ومبيدات الحشريه، فهو واحد من الاشياء اللي تسبب المرض الباركنسون. غيرها اللي هي الجلطات في الدماغ أو الإصابات الدماغ، وهاي تصير في الحالات إذا كانت الجلطة أو الإصابة أصابت المنطقة المسؤولة عن إفراز مواد الدوبامين مثل ما قلنا. فمش معناته أي مريض عنده جلطة أو إصابة في الدماغ يصير لمرض الباركنسون، لا، على حسب المنطقة. ومن بعض الأشياء بعد اللي تسبب مرض الباركنسون اللي هي بعض الأدوية، خاصة هذا نشوفه في أدوية الأمراض النفسية، لأن هاي الأدوية بشكل عام تقلل من إفراز مادة الدوبامين في الدماغ فتعطي لنا أعراض الباركنسون. بس الفرق بينها إن في هاي الحالات نحن إذا وقفنا الدواء تتحسن حالة المريض، إلا إذا كان المريض استخدم الدواء لفترة طويلة فتبقى عنده أعراض الباركنسون. فهي نحن نسميها الأسباب الثانية لأمراض لمرض الباركنسون. انزين، اذا بنتكلم عن اعراض المرض، لان دائما الاشخاص يقولون مثل تكلمنا في بدايه البرنامج عن ان الاشخاص يشوفون الاعراض ويتحرونها مرتبطه بالعمر، وهاي مفاهيم الغلط. يعني مو بكل، يعني في ناس ما شاء الله في التسعين ويتحركون ويسيرون، فالناس دائما تربطها بالعمر ويهملون انهم يودون كبير السن للكشف او الفحص. فهي شو الاعراض؟ مثل ما ذكرت ان الناس في مفاهيم غلط عن اعراض الباركنسون. هو بشكل عام مرض الباركنسون مثل ما قلنا في البدايه هو مرض من امراض الحركه، بس بعد في عندنا اعراض غير حركيه. بس اتكلم لك بالاساس اللي هي على الامراض الحركيه، اللي هو واحد من الاعراض الرئيسيه اللي هي الرعشه او الرجفه، واكثر شيء نشوفها في اليد او في الريد، بتكون في جزء واحد من الجسم، جانب واحد من الجسم. وتكون هاي الرعشة اللي هي نحن نسميها الرعشة اللي وقت الراحة الجسم، أو يعني الجسم ما في حالة استخدام، يعني الإنسان ما يكون يستخدم إيده. فنحن النقطة وايد حابة أنبه عليها، لأن كثير من المرضى يجونا عندهم الرعشة النوع الثاني من الرعشة اللي نحن نسميها الاسنشال تريمر، فهم دائما عندهم مفهوم أن هذا ممكن يكون سبب عندنا باركنسون أو هاي الأمور. لا، رعشة الباركنسون تكون مختلفة، تتميز أنها تصير وقت راحة الجسم، أو كأن المريض حرك الإبهام والسبابة مع بعض، يعني كأنه يفرك سبابه مع الإبهام، كأنه في حبة دواء أو شيء في إيده. ومن الأعراض الثانية لمرض الباركنسون اللي هي بطء الحركة وتشبث العضلات، فالمريض شوية يشكي، يعني مو لازم تكون الرشفة موجودة، بس المريض دايما يحس فيه تجل في الجسم، نشاطه مش نفس بالسهولة مثل قبل، فلما يوقف ياخذ وقت شوية علشان يوقف، يتحرك يكون فيه بطء، يمكن عرقلة في المشي، الجسم ما تكون القامة منتصبة، يكون في عدم توازن. فهي كلها من الأعراض الأساسية للباركنسون. والشيء بقى نحن نسميه اللي هي فقدان الحركة اللا إرادية، اللي هي مثلا شو منها أهم، من أهم الأشياء رمشة العين. تشوفين الإنسان كأنه مدقق فيك، كأنه احنا نسميه ماسك فيس، يعني نظرة متجمدة، ما يرمش، أو يكون مثلا الفم مفتوح، كرمتي يكون اللعاب سايل، فيكون ما في حركات إرادية في الجسم تصير أوتوماتيكلي، يعني هاي بتعطينا إن هي نسميها مثل ما نقول الماسك فيس. هذه الأشياء الرئيسية للأعراض الحركية. عندنا الأعراض الغير حركية اللي ممكن تكون تصيب الإنسان قبل ما يتشخص مرض الباركنسون بسنة سنتين أو حتى 5 سنوات، اللي هي الإمساك المزمن، فقدان حاسة الشم، ممكن الاكتئاب، التوتر، اضطرابات وقت النوم. هاي كلها أعراض ممكن تطلع أعراض غير حركية احنا نسميها الباركنسون،
تبدأ قبلها بكم سنة من الأعراض الرئيسية اللي هي أعراض الحركة. انزين، اذا كنا، هل هناك طرق للوقاية من المرض؟ هو مش ممكن ما كنا واحد من أهم الأسباب العمر اللي نحن ما نقدر نقيها شيء، بس في أشياء ثانية الإنسان ممكن يحافظ عليها مثل باقي الأشياء اللي هي الحياة الصحية اللي منها الرياضة. واحد من العوامل الرئيسية اللي مثلا بينت إن هي لها اتصال بالتقليل اللي إحنا الإصابة بمرض الباركنسون اللي هو الكافيين اللي هو الكافيين بشكل عام، القهوة، استخدام الكافيين في مختلف الأشياء سواء في القهوة أو في الشاي، الرياضة، بعض الأدوية مبينت بعد ارتباطها اللي هي مثلا الأيبوبروفين اللي هو الاستاتين، أدوية الدهون، يعني بينت في بعض الدراسات أثبتت إن هاي تقلل خطر الإصابة بمرض الباركنسون. بس بشكل عام نتجنب مثلا الأشياء اللي كان تعرضين الأشياء مثل إصابات الرأس، هاي الأشياء، الأكل الصحي، الرياضة. انت ممكن يعني نقول النمط حياة صحي يساعد، يعني حتى هناك عوامل الواحد يقدر يسوي عليها كنترول، عوامل الواحد ما يقدر يسوي عليها كنترول، لكن اذا بالضبط الكنترول بيدنا، حتى لو انه كان وراثي او جيني او ان واحد يعني احتمالية الاصابية تكون وايد عالية، لكن ممكن نحن بنمط الحياة الصحي نأخر الاصابة، بالضبط نأخر الاعراض، هالاشياء وايد نقدر نتحكم فيها. بالضبط. فهي بس نمط الحياة ممكن يأخر ظهور الأعراض خاصة في الحالات الوراثية، أو حتى مع وجود المرض، مع تشخيص المرض ممكن تكون تأثير المرض على حياة الإنسان، جودة حياته تكون بالتأثير أقل سلبية عن الإنسان اللي ما يمارس الحياة الصحية، نمط الحياة الصحية. زين، إذا بني بيتكلم عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى راشد اللي مرضى الباركنسون. الخدمات اللي نقدمها في مستشفى راشد لمرضى الباركنسون تتضمن 3 محاور. المحور الأول اللي هو الرئيسي اللي هو العلاج الدوائي لمرض الباركنسون. احنا في المستشفى الحمد لله يعني الحكومة وفرت لنا معظم الأدوية اللي مرضى الباركنسون يحتاجها، سواء عن طريق الحبوب أو عن طريق اللي هي نسميها اللزقة أو الباتش. لأن استجابة المريض تختلف، نوعية تقبل الأدوية تختلف، فعندنا نبدأ دائما نحن مع الأدوية الأساسية. والشيء الثاني من غير الأدوية اللي هو ممكن نوع من الأدوية اللي نحن بعد نستخدمها أو حتى تتضمن تحت العملية أو الجراحة اللي هي حق الحالات المتقدمة لمرض الباركنسون، ومنها هي مضخة الديودوبا اللي هو دواء الباركنسون يفرز عن طريق مضخة تكون متصلة بجسم المريض لمدة 24 ساعة أو 16 ساعة. نحن نوفرها هي للحالات اللي تكون متقدمة عندهم المرض، اللي مثلا الأدوية، يعني لأن في مراحل متقدمة الأدوية ممكن تسبب أعراض جانبية كبيرة للمريض أو الاستجابة تكون مش مثل اللي المطلوبة لتحسين جودة حياة المريض، فننقلهم لحالة الحالات الجراحية اللي هي مثل ما قلنا مضخة الديودوبا، مضخة الأبومورفين، ومن الأشياء الثانية بعد عندنا قلم اللي هو نسميه قلم الأبومورفين. هاي اللي احنا نستخدمه مثلا حق الحالات الطارئة، يعني مريض الباركنسون أحيانا تطلع له الأعراض فجأة، يعني بشكل عام هم الأعراض يحسون فيها قبل ما تبدأ، بس أحيانا تصير الأعراض فجأة لمريض الباركنسون فتحتاج دواء مفعول جدا سريع. فنحن من الأشياء المتوفرة عندنا اللي هو قلم الأبومورفين. المريض يضرب هو نفس قلم الانسولين لمرضى السكر، فالمريض يضرب نفسه ويعني ما يحتاج حد مثلا يساعد فيه لانه سهل في الاستخدام، فيقدر يعني معظم المرضى يكون يعطون نفسهم فيطلع المفعول سريع ويستعيد نشاطه ليه ما يقدر ياخذ الدواء الاساسي. مثل ما تكلمنا عن مضخه الابومورفين ومضخه الديودوبا، هاي المضخات يعني الدواء بشكل تكون متصلة بالجهاز الجهاز الهضمي اللي هو في الأمعاء، اللي هي نتكلم عن الديودوبا، فتعطي الدواء بشكل مستمر للجسم، فالمريض بتكون عنده الدوبامين موجود في جسمه معظم الوقت، فما يتعرض للبطء للحركة أو الرجفة أو البطء، بتساعد على هاي الأمور. وعندنا مضخة الأبومورفين هي مضخة تكون تنزرع تحت الجلد وتتعبى بالدواء. واحد من الأشياء اللي بعد ممكن تكون لمرضى الباركنسون اللي هو الجهاز اللي هو نسميه DBS اللي هو التحفيز العميق داخل الدماغ. هو جهاز ينزرع داخل الدماغ ويكون فيه واير تكون تحت الجلد مثل وموصل
بجهاز كهربائي يكون مضروب تحت الجلد. هذا يساعد إنه يكون في نشاط مستمر في منطقة الإفراز الدوبامين في الدماغ، تحسن من الحالة الصحية بشكل عام لمريض الباركنسون. تكلمنا عن الأشياء الدوائية والجراحية، ننتقل حق آخر شيء واللي هو شيء جدا ضروري ومهم، اللي هو العلاج الغير دوائي. اوكي العلاج الغير دوائي اللي هو نحن هذا أنا أعتبره المرضى الباركنسون أهم من، يعني أهم جزء من العلاج. فهاي الحالة أول شيء أنت تحتاجين المريض يفهم الحالة، أهل المريض وايد ضروري يفهمون، يكون في مثل دعم معنوي للجميع في تشخيص مرض الباركنسون، لأنه بيكون مرض مزمن، مرض ما يأثر على المريض نفسه، يأثر على عائلته كلها ويأثر على جودة حياتهم. فنحن هني تكون تبقى عندنا جلسة نشرح للمريض لأهله عن المرض، عن استخدام الأدوية. استخدام الأدوية جدا مهم وضروري إن المريض يفهم كيف يستخدم الأدوية، لأن الاستخدام الخطأ ما يعطي المفعول اللي يحتاجه. وبعدين جلسة التعليم المريض والتثقيف الصحي اللي هي جلسة إعادة التأهيل، فيوفروا لهم إعادة التأهيل اللي هو العلاج الطبيعي، العلاج المهني، العلاج التأهيلي للكلام، للتوازن، لأن هالأشياء كلها تتأثر للبلع، لأن البلع والتوازن والكلام تتأثر بشكل كبير لمرض الباركنسون خاصة في الحالات المتقدمة. فالمريض يكون تحت قسم العلاج إعادة التأهيل، تتعالج يعني على أساس أن هالأشياء يعني يتناقش فيها وتتعالج بالطريقة الصح، لأن هو نحن مثل ما نقول هو مش شيء واحد، هو أكثر من وحوة نحن لازم نعالج مع مريض الباركنسون. وهذا ما دكتورة ننسى أهله. هي نحن أصلا نبغى نأكد على هالجلسات، لأن بنقول موقف شخصي إن نحن كان عندنا في العائلة حالة، لكن اكتشفنا إن في بعض الممارسات اللي يسوونها المفروض ما يسوونها مع مريض الباركنسون، فأهل المريض ما كانوا يعرفون مثلا المساج هالأمور الثانية، ما كانوا يعرفون إن المفروض ما يسوونها مثلا، أو بعض الممارسات الثانية، لكن بعدين اكتشفوا الموضوع، بس الوقت كان متأخر. لذلك نحن ننصح الجميع اللي عندهم حد مريض الباركنسون إنه ما يهملون حتى الجلسات اللي مع الأسرة، التثقيف الصحي، التغذية، لأن مريض الباركنسون لازم يكون يعني علاجه 360 مثل ما نقول، مو بس مع بالضبط. المريض حتى مع أهله، لأن ممكن نحن نسوي ممارسات بحسن نية لكن تضر المريض. لذلك يعني من تجارب أو ما كانت تجربة شخصية لكن أنا شفتها بعيني، فنتمنى من الجميع إنه ما يهملون هاي الجلسات لأنها وايد مهمة، حتى لو بحسن نية ممكن نحن نسوي، لكن العلم موجود والخدمات موجودة، ومستشفى راشد قاعد يقدم هالأمور حتى حق أهل المريض. لذلك دام إنه موجود سيروا، لا تهملون. لا تهملون، وأنا دائما أنصح المرضى لما تكونوا عند الدكتور اسألوا. حتى أحيانا مثلا طريقة استخدام الأدوية خاصة للباركنسون وايد ضرورية. أنا دائما أفهم عشان أسهل التفهيم للمرضى شو الباركنسون والأدوية الباركنسون كيف هي ضرورية. دائما مشبهة مثل شو، يعني حتى المرضى يرتاحون على هالتشبيه، إنه الإنسان مثل السيارة تحط فيها بترول يمشي، الدوبامين مثل البترول إذا خلص من الجسم يوقف، يعني ما الإنسان ما يتحرك. فأنت لازم تعطي الدواء بشكل مستمر في ساعات معينة، يكون في عندنا جدول، لأن خربطة وقت الأدوية هذه وايد تعرقل. يعني المريض شو يصير؟ يحق الدكتور يقول الدواء ما يسمعني، والدكتور يزيد أدوية ويغير أدوية. الموضوع كله ممكن شو بس يتحل بتنظيم وقت الدواء بشيء بسيط. حتى التثقيف من ناحية التغذية، أدوية الباركنسون اللي هو بالأساس الدواء الأساسي الليبودوبا، هذا لازم ما يتاخذ مع وجه فيها بروتين في نفس الوقت، لانه ما يطلع مفعول الدواء، فالمريض على باله انه ما نفع الدواء. بس هون احنا مثلا تاخر 45 دقيقه قبل او بعد الوجبه اللي فيها البروتين، احنا بس نتكلم، ممكن تحسن من مفعول الدواء بشكل وايد كبير. وانا لاحظت هالشيء على وايد مرضى. مثل ما قلنا، انا اقول يعني مره ثانيه وعن طريق اذاعه نور البي، اتمنى من جميع مرضى الباركنسون وأهل مرضى الباركنسون بالأساس، إن مثل ما نقول اللي هو التثقيف من ناحية المرض نفسه، وإن في وايد أوبشنز أو اختيارات ممكن المريض يحسن من الحالة نفسها، من طريق أسلوب الحياة، الرياضة، العلاج الطبيعي وايد أساسي، عشان إن حتى في البيت مش لازم يعتمدون على مستشفى ومركز صحي، حتى في البيت نحن نشجع المريض يكون نشط، عشان إن العضلة تحافظ على كثافتها يعني.
أول شيء مضاعفات المرض الباركنسون اللي هو الخرف اللي ممكن يصير في الحالات المتقدمة من مرض الباركنسون. إنزين اللي هو الخرف مثل اللي هو مثلا التركيز والخربطة وهاي الأمور والذاكرة، هاي الأشياء على الحالات المتقدمة يصير صعوبة في كلام المريض، لأنه صعوبة في الكلام، صعوبة في البلع، فهني المريض يحتاج في تدخلات جراحية أخرى تساعدهم على مثلا البلع. يعني إذا المريض يبلع ما يقدر يبلع، وحتى الأدوية ما تنفعه، أو حتى الجراحات هو مثلا مش مؤهل إنه يسوي أي نوع من الجراحة، فهنا إحنا لازم ناخذ خطوة ثانية اللي وايد مرضى يتخوفون منها، اللي هي أهل المرضى يتخوفون منها، اللي هي مثلا التغذية بمساعدات تدخلات جراحية. لأن التغذية ضرورية، إذا قلت تغذية الجسم تقل قوة العضلة، فيصير أكثر من سبب في تدهور حالة المريض. من المضاعفات اللي هي شنو نقول مضاعفات الأدوية، لو بوضحها أكثر اللي هي أكثر من كونها مضاعفات المرض نفسه، غير أنه الخرف وغير أنه التدهور في الحالة، اللي هي الأدوية. ساعات نوصل لمرحلة أن الأدوية تأثر سلبا على المريض في الحالات المتقدمة، بحيث أن تبدأ تسبب حركات لا إرادية للمريض، فالمريض يتحرك بشكل لا إرادي، ممكن تسبب أن مثلا الوقوع على الأرض، أو مثلا عدم التحكم في أمور أخرى. فهي هذه من المضاعفات الأساسية لمرض الباركنسون، سواء المرض نفسه أو الأدوية المستخدمة. وذلك الحين دائما يعني من هذا المنبر او منبر البرنامج نشجع الجميع انه ما يهملون اي عرض، لان كل ما كنا نحن التدخل كان مبكر كل ما قدر المريض يحصل جودة حياة افضل. ما بالضبط نربطه انه لانه ما يتحرك لان هذا عمره، قلت حركته لان هذا عمره، ممكن يكون لان الواحد يتقدم في العمر، العمر، لكن ايضا ممكن يكون دليل لامراض ثانية. لذلك ما واحد ما بيخسر شيء إذا صار فحص. صح. مثلا حتى من الاشياء اللي مثل ما تقولين، يعني مثل ما نقول هنا نعطي فرصه للمريض، نعطي فرصه ان تكون جوده الحياه افضل. كثير عند الدكتور ممكن يشوفه يشخص، وفي ناس يقول انا ما ابغى ان اهلي يتعودوا على ادويه. حتى الدكتور، يعني نحن مثلا لما نشوف المريض نحاول كثر ما نقدر ان نعطي اقل من الادويه اللي يعني تحسن جوده الحياه. يعني في النهايه احنا نتكلم عن جوده الحياه، فاذا المريض يحتاج نعطي. حتى حق أهل المريض نفسهم يحسون إن في تغيير في حياتهم. مثل ما نقول دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج. فشكرا لوجودك معنا دكتورة نوف سعيد ناصر العلي، أخصائي أول بقسم طب الأعصاب بمستشفى راشد. شكرا على الاستضافة. دائما دائما نشجع على الفحوصات المبكرة، دائما نشجع على أن الأشخاص يروحون ويكشفون. لا تهملون أي عرض، سواء كنتوا في عمر كبير أو عمر صغير أو حتى الأطفال، كل الأعراض يعني مهمة سواء كانت بسيطة أو غير بسيطة. والأفضل نحن دائما أن نراجع الأخصائيين، لو ما طلع فينا شيء الحمد لله، ولو في شيء نلحق من البداية. مثل ما قلت لكم درهم وقاية أفضل من قنطار العلاج. ودائما احنا نتكلم في هيئة صاحب دبي عن جودة الحياة. أيضا موضوع موضوع بس تكلفة مالية عليك أو على الدولة أو غيرها، لكن أيضا أنت جودة حياتك، السعادة اللي تعيش فيها في حياتك، يومك كيف تقضي. الأهم أهم أهم شيء عندنا جودة الحياة عند المريض، وأيضا جودة الحياة عند الغير المصابين بأي أمراض. وفي نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن تكون دائما أن نكون دائما على حسن ظنكم. وأيضا الشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وإذاعة نور دبي والقائمين على البرنامج، وشكرا لمخرجنا وائل قواسمة، ومن التنسيق نجاة السويدي. ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.